ايه ابرز الملفات اللي حضرتك عايز تشتغل عليها؟ بص، اقول لحضرتك حاجه. انا شايف نادي الزمالك بيفتقد المؤسسيه شويه. يعني يمكن انا دايما لما بتكلم بقول ان نادي الزمالك محتاج اللي هو يدار بشكل مؤسسي. بمعنى النهارده حضرتك ال 12 شخص مش هيقدروا يديروا مؤسسه بحجم نادي الزمالك، مظبوط؟ بالظبط. فالنهارده انا رؤيتي اللي لازم يحصل نوع من انواع التضافر الجهود، سواء من السادة الأعضاء، سواء من الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، سواء من حضراتكم كإعلام. النهاردة نادي الزمالك محتاج إن احنا كلنا نلتف وراءه، لأنه هو يستحق ككيان عظيم جدا بيضخ أبطال لكل المنتخبات الوطنية، جماهيره بالملايين. فالنهاردة احنا 12 واحد مش هيقدروا يديروا لوحدهم هذا الكيان الكبير. أنا وجهة نظري حضرتك أو رؤيتي البسيطة إن لازم مجلس إدارة نادي الزمالك يبقى أو ينبثق منه بعض اللجان المتخصصة. بمعنى احنا عندنا في الجمعية العمومية ناس على اعلى مستوى، سواء قانونيين، مهندسين، في كل المجالات. النهاردة حضرتك هتعملي لجنة قانونية نبتدي زي ما حضرتك تفضلتي من شوية كده بتقولي الحاجات اللي احنا نقدر يعني نستفيد منها او العقود اللي ابرمت او كذا، نقدر احنا نراجعها ونشوف اللي احنا نقدر نعظم الاستفادة من ناحية قانونية ازاي، منها نقدر ندير هذا الملف ازاي، او المشاكل اللي بتواجه نادي الزمالك من الناحية القانونية. برضو عندنا حضرتك ناس مهندسين على اعلى مستوى. لو احنا بنتكلم عن انشاء مثلا فرع السادس من اكتوبر او فروع اخرى، فليه النهارده انا ما استفادش من الناس المهندسين دول؟ يبقى هم يبقى في ورشه عمل مثلا وبيعرض على مجلس الاداره، يبقى في مساعده من الاعضاء نفسها. يعني حضرتك عايز تعمل لجان والاعضاء تكون هي اللي بتغذي اللجان دي، مظبوط؟ انا ده اللي بالظبط اللي انا بهدف ليه. يبقى في حضرتك، انا كعضو جمعيه عموميه في نادي الزمالك بشارك في صناعة القرار، ببقى مطلع بشكل أكبر. النهاردة لما حد يجي يتكلم، والله مثلا احنا عندنا فرع السادس من أكتوبر، عندنا لجنة هندسية يا جماعة ممثلة منكم هي اللي بتبص عين المجلس هناك، وهي اللي بتعرض على المجلس من الناحية الهندسية. فدي أنا شايفها نقطة مهمة جدا الحقيقة. من أولويات حضرتك التنظيم والإدارة. في ملفات مثلا تانية كالقضايا بتاعة الكورة، هل هتبقى حضرتك معني بيها؟ يعني القضايا اللي على النادي، سواء من اللعيبة مشيت من النادي أو مدربين أو الزمالك ليه فلوس عند ناس بره، يعني ما هي دي حركة كلها داخلة تحت مظلة المشاكل القانونية. لما يتحرك النهاردة تشكلي لجنة قانونية، مش مباني بس ولا تجارة، هتبقى مربوط بيها كل حاجة الأمور قانونية. وطبعا احنا عندنا إدارة قانونية طبعا من الزملاء في نادي الزمالك. يعني أنا دايما يعني بطلق على السادة الموظفين في نادي الزمالك يعني وأصدقائنا شركاء النجاح. لأن النهاردة حركة المؤسسة ما بتنجح بفرد أو بمجموعة، لا، لازم كله يبقى على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا. فأنا دايما بطلق لفظ يعني هم شركاء النجاح. فلازم النهاردة حتى أنا بهدف أن احنا يحصل نوع من أنواع التدريبات المستمرة، رفع الكفاءة، الكلام ده كله أنا شايف ده مهم جدا في الفترة الجاية. يعني دايما كلام كل المرشحين كلهم بيقولوا حتى لو أنا ما نجحتش أنا حدي الرؤية بتاعتي للآخر. حضرتك شايف الكلام ده هيحصل على أرض الواقع ولا ده مجرد كلام انتخابات؟ خلينا أقول لحضرتك يعني المرة دي احنا يعني حاسين بأجواء مختلفة، أجواء انتخابية مختلفة زي ما حضرتك تفضلتي في الأول وقلتي في اختلاف في المناخ الانتخابي. انا شايف في عرس انتخابي داخل نادي الزمالك، كامل الاحترام والتقدير لكل الساده المرشحين، كله جاي في وقت تسلموا على بعض، حضرتك تسلموا على بعض وتصوروا مع بعض وتقعدوا مع بعض، يعني ده مظبوط الحقيقه. لان احنا في فتره فعلا في تحدي بيواجه نادي الزمالك، ما فيش حد انا شايف ان حد داخل يهزر، لا، احنا في فتره فارقه في تاريخ نادي الزمالك. زي يعني طبعا يعني اللي هيكسب هنسلم عليه وهنبقى سبورت ليه. يعني هو جيم فير جيم وهنبقى في ظهره. يعني لا، انا شايف الوضع مغاير جدا وهيبقى فيه دعم، واي حد عنده افكار لازم يكون ليه دور في نادي الزمالك الفتره الجايه.